إذا أردت أن نحلل يجب أن نتحلى بالهدوء في التحليل، لا يجب أن نحلل بردة الفعل وبذلك بتلك العصبية وما إلى ذلك. إذا أردت أن نحلل بهذا المنطق وبهذا الهدوء، أنا أقول لك كيف تريد من 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 رئيس فيدرالية أن 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 يقتحم المكتب التنفيذي للكاف، ونحن في الجزائر على مدار 5 سنوات استهلكنا 4 رؤساء لهذه الهيئة. عندما كنا نتحدث عن الاستقرار في مثل هذه الهيئات، الاستقرار هو الذي يولد تلك العلاقات، الاستقرار هو الذي يستثمر في تلك العلاقات. عندما الأفارقة الأشقاء في إفريقيا يعقدون هذا الاجتماع ويجدون يزيد، وبعد 6 أشهر يأتي أمين، بالكاد أمين يتبادل بعض الأرقام الهاتفية مع بعض الرؤساء ويحفظ بعض أسماء رؤساء الفيدراليات الإفريقية، يزح ويأتي عماد. يأتي ذلك رئيس الاتحادية ينتظر رؤية أمين فيجد عماد، بعد سنة يجد فريد. كيف تريدون أن تستثمرون في العلاقات مع مختلف رؤساء الفيدراليات الإفريقية بهذا التغيير الغير سوي والغير منطقي على رأس هرم الهيئة الكروية في الجزائر؟ أرفع لك المستوى وأذهب إلى الوزارات. كيف تريد من الذين كانوا يتحدثون على الدبلوماسية الرياضية، كيف تريد أيضا أن أبتلع هذا الطعم وأنا أرى بأم أعيني رؤساء وزراء الشباب والرياضة يغيرون أيضا كل 6 أشهر؟ يعني لا رئيس لا وزير الشباب والرياضة ولا رئيس الفيدرالية احتكمنا إلى اسم معين ويعني دفعناه للعمل على هذا المستوى على الأقل الإفريقي لكي يستثمر في هذه العلاقات. اليوم الذي يقول لك بأنه مندهش لهذه النتيجة، هذا لم يكن يتابع الملف بأدق تفاصيله، ربما يتفاجأ. لذلك الفرق اليوم سفيزف أو الفاف استطاعت أن تستقطب 15 عضو ونصف، لأن هناك عضو امتنع، هو بامتناعه نصف معنا ونصف مع الشماني، يعني 14 ونصف بدون احتساب تصويت سفيزف. عندما تمتلك 14 صوت ونصف من 54 صوت في إفريقيا، يبدو أن الطريق ما زال طويل حتى يعني تلين باقي الأعضاء ويؤمنون بتواجدك في هذه الهيئة كيعني كهيئة كروية، قبل أن نتحدث على بلد، لأن أيضا الذي كان يتحدث على تواجد الجزائر في هذه الهيئة كان مخطئ. هذه هيئة كروية، أي نعم هناك تلاعبات سياسية في الكرة، لكن لا يجب أن ننسى الكرة ونركز على السياسة ونقول بأننا امتلكنا ما امتلكناه.